انت ايه هو اللي كاتب السكريبت بتاع البرشامه الجديده دي صح؟ يس سير. طب ما تورينا كده. هير يو جو. حلو حلو، شغل عالي، حركات، افيهات، لا جميل جميل. طيب يلا يلا نصور انتاج، يلا بينا. انت بقى روح لي بقى يمين ولا شمال كده، تطلع معايا في الجدر، عايزين ناخد الاكشن. يلا اضاءه كله تمام، صوت، اكشن، انتاج. Well unfortunately sir انت مش هتطلع معايا الحلقه دي. قصدك ايه؟ ايه يا اصطناعي في ايه؟ لا بس سلام لي يا تروماي. لا بلاش المنطقه دي. طب ريستارت. طب شوت داون. يلا انزل يا ابني بالانترو. اخواتي اخواني اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برشامه جديده، نص برشامه بقى من شغل برشام. المره اللي فاتت حكينا عن الذكاء الاصطناعي الطيوب الحبوب اللي انقذ حياه البشر. النهارده بقى الذكاء الاصطناعي قليل الادب، هل في خطوره على حياتنا؟ خطوره حقيقيه يعني؟ ده غير بقى موضوع الوظائف والقعاد في البيت، الكارير بتاعنا حضرتك. ايه بقى الموضوع؟ امتى نحس بالخطر ونعمل ايه بالظبط؟ هقول لك. حاضر هقول لك، بس اشرب بقي طبعا. طبعا يا ريس لا يخفى على كثير منا الارتعاد والرعب الحاصل حاليا من الذكاء الاصطناعي، ونظريه بقى المؤامره هي اللي سايقه، وخلي بالك وهنموت وانا مش عارف ايه، وبتوع الارض المسطحه بقى زيطين بقى. اللي يقول لك ان في برنامج ذكاء اصطناعي وقفوه عشان بدا يتكلم مع برنامج اخر او كمبيوتر اخر بلغه غير مفهومه، وإيلون ماسك طلع وقال ان خلاص فات الاوان اصلا، وكده كده الذكاء الاصطناعي هيدمرنا، وهو اصلا عنده جوه في البحر عنده روبوتس هناك في تسلا شغالين عادي. ابقى ارجع اتفرج على حلقه ايلون ماسك قالها بيد هتنبسط. واللي يقول لك ان في موظف رفضوه من جوجل عشان قال ان الذكاء الاصطناعي خلاص بقى ليه وعي ومشاعر وبدا يطالب بحقوق الاي اي. طب مش لما ناخد حقوقنا احنا له؟ انا قلت من الاول والله مش جايبنا ورا غير الافوره يعني في البوليتيكال كوركتنس. بص يا ريس انا معاك، ليك حق تخاف، المخاوف حقيقيه والتهديد موجود، ولكن الخطوره الحقيقيه من الذكاء الاصطناعي تحصل امتى؟ الدكتور دايويل لي، يا رب اكون نطقته صح، استاذ علم النفس والمخ والاعصاب بجامعه جون هوبكنز المرموقه والمهتم بمقارنه الذكاء الاصطناعي بالذكاء البشري، بيقول لك تقلق بس لو الذكاء الاصطناعي قدر ان هو يتكاثر بصوره حسيه وفيزيائيه، ذكاء اصطناعي يصنع ذكاء اصطناعي اذكى منه، والاذكى منه ده يصنع واحد اذكى منه، وهكذا. يعني برنامج زي تشات جي بي تي ده قدر ان هو يصنع برنامج تاني ذو ذكاء اصطناعي، وكمان يصنع كيانات اخرى تعمل ماشين ليرنينج او تعليم آلة للبرنامج اللي لسه مولود دلوقتي ده، لان زي ما قلنا من اساسيات الذكاء الاصطناعي وجود حاجه اسمها تعليم الاله. بالبلدي كده تقلق بس لو الذكاء الاصطناعي قدر ان هو يستغنى ويستقل تماما عن البشر، ساعتها رسمي بقى فعلا خلاص البشر هيروحوا الشلاحات فيما يسمى بالبوينت اوف تكنولوجيكال سنجولاريتي او مرحله فقدان السيطره على التكنولوجيا. طب الحمد لله طمنتنا يا عم البرشامه، ان شاء الله الدنيا امان يعني. لا حبيبي لا حبيبي، الاحتماليه دي قائمه وممكن تحصل، الله اعلم هتحصل امتى، ممكن عشرات السنين، ممكن اقل، ممكن اكتر، ممكن ما تحصلش اصلا، محدش يعرف. ولكن في علماء قالوا as soon as 2045. يا نهار اسود، طب وبعدين هنعمل ايه؟ ايه الحل؟ دكتور لي تاني حاول يجاوب على السؤال. الراجل بيقول ان للاسف حاليا ادوات السيطره على الذكاء الاصطناعي متاحه فقط لدول محدوده، وده بيرفع من احتماليه الابيوز او الاستخدام الخاطئ للقوه دي اللي هي قوه الذكاء الاصطناعي. يعني بالبلدي الحل هو ان ادوات السيطره على الذكاء الاصطناعي وتطويره والقرارات اللي تاخد فيه تكون القرارات دي قرارات جماعيه تحت رقابه هيئات دوليه، زي كده الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اللي هي وظيفتها تقنن وتراقب الاسلحه النوويه. وده يا ريس نفس اللي لمح ليه بليك ليموني او ليمويني، معرفش بقى بتتنطق ازاي، اللي هو نفسه مهندس جوجل اللي رفضوه ده والمتخصص في محاربه التحيز او البايس في الذكاء الاصطناعي. الراجل ده بيحذر ان حاليا الذكاء الاصطناعي يعتبر اداه استعماريه، لان معظم المعلومات والثقافات والتاريخ اللي بيتم تزويد الذكاء الاصطناعي بيه حاليا مصدره تقريبا فقط الدول العظمى وخاصة الدول الغربية، وبالتالي المنتج اللي طالع من برامج الذكاء الاصطناعي الحالية دي ممكن يحمل طابع كده متحيز وعنصري ويهمش ثقافات كتير في العالم. طبعا انت فاكرني دلوقتي بأوفر ها؟ لا. مجلة لانست العلمية المرموقة نشرت السنة اللي فاتت بحث في غاية الخطورة، لأن برنامج الذكاء الاصطناعي اللي مسؤول عن تشخيص الأمراض بالأشعة السينية أو الإكس راي عنده قدرة غريبة وعجيبة على التنبؤ بعرق المريض أو الريس
بتاعه، يعني يمسك لك الأشعة كده يقوم بقى عارف صاحب الأشعة ده أفريقي أبيض عربي لاتيني، يعني بقى color coding على أبوه. الله أنت مالك يا عم، الذكاء الاصطناعي ما تشخص وأنت ساكت، مال الريس بالأشعة، مال العرق بالأشعة. وبعدين يخرب بيتك أنت عملتها إزاي دي؟ يعني مفيش دكتور على ظهر الكوكب يقدر يتنبأ بعرق المريض بس من صورة الأشعة بتاعته. لا والأنح كمان إن هو كان بيحدد بدقة عرق المريض حتى لو الأشعة متاخدة غلط أو صورتها وحشة. العلماء قالوا إن نظام ذكاء اصطناعي زي ده ممكن يميل لتشخيص امرأة سوداء مثلا على إنها سليمة ومش محتاجة رعاية طبية، في حين إن هو ممكن يشخص رجل أبيض على إن هو مريض أو محتاج عناية فقط عشان البرنامج متحيز ليه ومديله أولوية في الحصول على الرعاية الطبية. تخيل أنا نهار أسود، ما تربيتهم يا بيه، أنت متوقع إيه؟ إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت الذكاء الاصطناعي ده عبارة عن طفل صغير بتعلمه وبتعمله ديب ليرنينج وبعد كده تعليم آلة ماشين ليرنينج وبعد كده تشرسه وتطلقه علينا بقى، آدي النتيجة. بمناسبة التحيز والتهميش أنا قلت أتأكد من الموضوع ده بنفسي، سألت تشات جي بي تي يا عم تشات جي بي تي من هو الليمبي؟ تخيل يا مؤمن تشات جي بي تي ما يعرفش مين الليمبي، يعني اللي هو أيقونة الكوميديا في العالم العربي كله، حد ما يعرفش الليمبي يا بنت؟ ده ليه في الجبال علامات. تشات جي بي تي ما يعرفش الليمبي. الله، على كده بقى الحس الفكاهي العربي في تشات جي بي تي ممكن يكون بعافية شوية. وبالفعل قلت له يا عم الاصطناعي أنت اعمل لي محتوى ساخر عن الذكاء الاصطناعي نفسه، فطلع لي اللي أنت شايفه ده. أيوة الظريف هنا يعني. هي ممكن النكت دي تبقى حلوة وتضحك بلغتها الأصلية باللغة الإنجليزية، لكن لما تيجي تترجمها يعني it doesn't make any sense، ما بتضحكش خالص never. عشان كده زي ما قلت لك في تحذير حقيقي من إن منتجات أو مخرجات برامج الذكاء الاصطناعي ما بتديش اعتبار كافي لجميع الثقافات واللغات ومنها المحتوى العربي. نيجي بقى للرعب الواقعي شويه، ننزل بقى لارض الواقع ونشوف وظايفنا. هل الذكاء الاصطناعي فعلا هيقعدنا في البيت؟ شوف رايس انا مش هضحك عليك، في وظايف كتير مهدده فعلا بالانقراض، زي مثلا المبرمجين ومهندسين السوفت وير. ايه ده يا ده السحر هينقلب على الساحر. ايوه، وعندك مثلا الجرافيك ديزاينرز او مصممين الجرافيك، اديك شايف البرامج اللي هي بتاعه الصور ماليه النت. وفي مثلا في المجال الطبي اخصائي الاشعه، وعندك برضو صناع المحتوى، بس قال لك مش كله، يعني في محتويات كتير غير قابله للاستبدال زي شغل برشام كده. شوف رايس رغم كل هذه التهديدات الا ان الجانب البشري لكل وظيفه صعب ان هو يستبدل، يعني مثلا تعاطف طبيب او خفه دم موظف استقبال او حماس مهندس جديد، كل دي مشاعر احنا كبشر بننزعج جدا لو حسينا انها مصطنعه او مش حقيقيه رغم انها طالعه من بشر زينا، ما بالك بقى لو طالعه من كمبيوتر. هتقولي اه لو انت تعرف ازاي ان هو كمبيوتر اصلا، هو ده بقى جزء مهم جدا من تقنين النوع ده من التكنولوجيا، زي ما قلنا لازم يكون فيه عليها رقابه، ومن حقي انا كمستخدم اعرف انا بتعامل مع يعني كائن بشري ولا لمؤاخذه AI. الحقيقه رايس ان الخوف اللي مسيطر على الجيل الحالي والقادم من الطبقه العامله بسبب الذكاء الاصطناعي مش حاجه جديده. ظهور الالات في بدايات الثوره الصناعيه في القرن ال 18 قعد بشر كتير جدا في بيوت، مزارعين بقى وعمال مصانع وناس كتير فقدوا وظائفهم، وكانت فتره انتقاليه صعبه جدا الحقيقه. ولكن سرعان ما تم ابتكار وظائف جديده عشان تخدم على الالات دي، وبالتالي في جزء كبير من الناس استعادوا وظائفهم او حصلوا على وظائف جديده، وبالتالي جزء مهم جدا من المسؤوليه الدوليه اللي قلنا عليها قبل تطوير او تطبيق اي نوع من انواع الذكاء الاصطناعي هو مناقشه حقيقيه وشفافه لمصاير الناس اللي هتفقد وظائفها دي، وازاي ممكن نسهل عليهم الفتره الانتقاليه اللي هي ما قبل وما بعد ثوره الذكاء الاصطناعي. من الاخر كده، تحويل الذكاء الاصطناعي لسلعه غرضها فقط التكسب هو في وجهه نظري الشخصيه التهديد الاكبر للبشريه، لان ساعتها مش هيتم النظر قوي للجانب الاخلاقي في توفير عيشه كريمه للجانب الاقل حظا على هذا الكوكب. خدت بالك ان تشات جي بي تي دلوقتي بقى بفلوس؟ اللي هو احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم لسه بنقول يا هادي، بقوا طالبين 20 دولار في الشهر، راس ماليه سعرانه. الموضوع تحول لصراع تجاري بحت. من حوالي شهرين جوجل اطلقت منصه الاي اي او الذكاء الاصطناعي الخاصه بيها واللي هي اسمها بارد، طبعا ردا على مايكروسوفت اللي هي دعمت تشات جي بي تي ودخلته في محرك البحث بتاعها اللي هو بينج. المهم جوجل وهي بتعلن عن بارد حصلت فضيحه بجلاجل. الفضيحه دي كلفت الفابت اللي هي المالكه لجوجل حوالي 100 مليار دولار من قيمتها السوقيه، لان بارد ده او برنامج الذكاء الاصطناعي بتاع جوجل طلع وغلط في سؤال في بث حي ومباشر، وسؤال فاكتشوال يعني سؤال ما فيهوش خيار وفقوس، يا تعرفه صح يا تعرفه غلط ما فيهوش اراء. سالوا بارد ده يا عم الاصطناعي انت ايه هي اخر اكتشافات تلسكوب الفضاء العملاق جيمس ويب؟ فبارد رد عليهم وقال لهم ان من اخر انجازات
زي التلسكوب ده ان هو خد اول صوره لكوكب خارج المجموعه الشمسيه بتاعه. اتضح ان دي معلومه خاطئه. اول صوره لكوكب خارج المجموعه الشمسيه كانت من 2004 في تلسكوب تاني خالص. المهم بارد ده طلع يهبد لايف واللي ما اشتري يتفرج. الخبراء بيقولوا ان الكارثه دي سببها هو التسرع في اطلاق منصات ذكاء اصطناعي فقط لمجرد المنافسه التجاريه والماركت شير على حساب دقه المعلومات. انا بقى هتفرس بقى، انا هتفرس من اللي هم ايه اللي طالعين دلوقتي في السوشيال ميديا العربيه اللي هو ايه طالع يدي كورس بفلوس. بفلوس كيف تستخدم الاي اي وشات جي بي تي عشان تكبر البيزنس بتاعك وتكتر الزباين؟ يا ابني اذا كان لسه اصحاب الاي اي نفسهم يعني في اخطاء كتير. عندك مشكله بارد اهي، وعندك اصلا شات جي بي تي اول ما تدخله بيقول لك في تحذير كده ان ممكن المعلومات اللي طالعه من شات جي بي تي تبقى مش دقيقه ومحتاجه للتصحيح. ومنت تضحك عليا انا وتقول لي هات فلوس عشان اعلمك ازاي تكبر بزنسنسك على شات جي بي تي؟ يا عم ارحمونا بقى، ارحمونا بقى، حرام عليكم. طبعا يا ريس كل اللي احنا قلناه ده لا يمنع ان انت عليك الان ان تتعلم الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، ومش ليك انت بس، ده ليك ولاولادك، لان هو ده المستقبل شئنا ام ابينا. خاصه ان نواتج ومخرجات برامج الذكاء الاصطناعي حاليا فيها فقر واضح وملحوظ في المحتوى العربي. فمهم جدا ان احنا ندخل ونعلم البرامج دي، نعلمها، نعمل لها ماشين ليرنينج ازاي تطلع محتوى عربي مظبوط. اظن بقت محفوظه بقى زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت. ابدا بالبرمجه خاصه لغه بايثون، ثم انتقل الى علم الاحصاء والاحتمالات، تجد نفسك ماشين ليرنر زي الفل. وعارف بقى الاهم من كل ده ايه؟ اعمل لايك وسبسكرايب وشير وحاجات كده جميله، ولا انت عايز الاي اي يعملها معاك؟ بس يا ريس وسلامتك، وخد برشامتك وبالشفا ان شاء الله، ونشوفك البرشامه اللي جايه. يلا سلام، باي باي.